اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عن الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.